السلام عليكم أعزائي حبايبي إخواني، حلقة جديدة من النباتات المنزلية. حلقتنا اليوم تدور حول نبات شجرة تاريخية، هي شجرة الزيتون. شجرة الزيتون توجد منها بلدة أميون شمال لبنان. توجد شجرة زيتون يعود تاريخها إلى 2500 عام، وهي تعتبر أقدم شجرة زيتون بالعالم. وهناك يوجد عديد من أشجار الزيتون، أشجار الزيتون التاريخية اللي تنتشر بالدول بين سوريا وفلسطين واليونان وإسبانيا والبرتغال. ويعود يعني عمر شجرة الزيتون إلى 1000 عام تقريبا توصل. والشيء المهم والأساسي بشجرة الزيتون هو زيت الزيتون. زيت الزيتون يعتبر البديل الصحي للشحوم الحيوانية. وبالإضافة إلى وجود زراعة الزيتون بتاريخ 3000 سنة قبل الميلاد، ووجدت أغصان شجرة الزيتون مقبرة توت عنخ آمون مصر. بالإضافة إلى تم ذكر الزيتون بكافة الأديان بالإنجيل والتوراة والقرآن. شجرة الزيتون شجرة مقاومة للظروف المناخية والجفاف، تتحمل كافة الظروف، بالإضافة إلى أوراقها الشبه شمعية اللي تحتفظ بالمياه بداخلها. محصول الزيتون يتم جني المحصول من خلال 3 مراحل. المرحلة الأولى هي عندما تكمل الثمرة تبلغ الحجم المطلوب، ويبدي اللون الأخضر مالتها. المرحلة الثانية هو الأحمر، من يصير لون الزيتون الأحمر أو البني، هاي المرحلة المتوسطة. والمرحلة الثالثة هو اللون الأسود. يتم معالجة الزيتون بعدة مراحل، ويتم الاستفادة من عنده من ناحية المخللات، أو من ناحية يروح للمعامل العصارات يتم استخراج الزيت من عنده. زيت الزيتون معروف بكل العصور، يستخدم كعلاجات وكغذاء أساسي بطعام. الشجرة بها ميزة مهمة كلش، شجرة الزيتون معمرة مثل ما ذكرنا إلى توصل إلى يعني وجدت بحدود 3000 سنة قبل الميلاد. شجرة الزيتون بها ميزة مهمة، يعني إذا مثلا صار أرض بها زيتون تحترق الأرض، يعني صادف يعني حريق بهذه المنطقة، ترجع تنبت الشجرة مرة ثانية من خلال الجذور مالتها. هذا فشيء ملموس من خلال تجارب ومراحل طويلة. شجرة الزيتون أيضا اللي ذكرت مرحلة بأيام نبي نوح عليه السلام. الطير جاب للنبي نوح غصن مع الزيتون للدلالة على وجود أرض موجودة قريبة من عنده. بالإضافة إلى يعتبر غصن الزيتون هو غصن رمز للسلام، وذكر عدة مراحل من خلال يعني الحكم باليونان والإغريق. الشجرة مثل ما قلنا تتحمل الظروف المناخية، ويتم زراعتها من خلال العقل، ويتم تلقيحها من خلال النحل والحشرات بالنسبة للثمار مالتها. الموطن مالتها حوض البحر الأبيض المتوسط قلنا، واليونان وإسبانيا والبرتغال.
شجرة جدا مفيدة وما يعادلها عناية هواية، تحتاج مي حسب الحاجة تحتاجه، تتحمل قلنا الظروف المناخية العالية، تحب أشعة الشمس المباشرة. وأتمنى يعني لو الكل الأخوة والخوات يبادرون بنبتة صغيرة، وهي يعني مرور الزمن أيضا هم كشكل، شكلها هي شكلها جدا جميل، وبالإضافة إلى إنتاج الزيتون. إخواني أعزائي حبايبي، كل حلقة أسويها موجود أسفل القناة الرابط، يتم الضغط على الرابط، نوضح لكم من خلال هذا الرابط رسوم تخص النبات اللي تم الإشارة إلى بالحلقة. يعني إذا زيتون شجرة الزيتون، هسه هاي الحلقة ما نخلص أكو بدأ أسفلها رابط تضغط عليه، يظهر لك خلاله كافة أشجار الزيتون وثماره، ويعني ومن عدة مصادر بالعالم. وأني ممنون وأشكر الجميع، وأشكر كافة الأخوة والخوات من كافة الدول العربية بدون استثناء، وأشكر دعمكم وتعاونكم معي. شكرا جزيلا.